بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة دي هنبدأ نشرح ايه السمات المميزة للشخصية القانونية. طبعا احنا قلنا اصحاب الحق، ممكن يبقى صاحب الحق شخص طبيعي، ده الانسان العادي بيكتسب الشخصية القانونية بمجرد ميلاده حيا. وصاحب الحق ممكن يكون الشخص الاعتباري. الشخص الاعتباري هو ان القانون بيعتبره شخص، او القانون اضاف له الشخصية القانونية، اداله القانون الشخصية القانونية. ليه؟ عشان يكسب حقوق ويحمله بالتزامات، وعشان يكسب المتعاملين معه حقوق ويحملهم بالتزامات. لذلك يبقى هنا اصحاب الحق قد يكون صاحب الحق شخص طبيعي، وصاحب الحق قد يكون شخص اعتباري. فاحنا عايزين، وقلنا الحق بيتسم بالفردية، يعني في الغالب صاحب الحق لازم يبقى واحد. ان كان في الواقع العملي ملكية شائعة ان اكتر من شخص ممكن يتملك نفس الشيء، ده لما الاب بيتوفى بيسيب شيء معين فبيملكه الورث على الشيوخ، ان كل واحد بيملك جزء في هذا الحق. لكن انا عاجلا ام اجلا لازم الحق الشائع ده يتقسم، ويبقى كل واحد مستقل بذاته بحاجة واحدة، لان الحق بيتسم بالفردية. يعني ايه الحق بيتسم بالفردية؟ ان صاحب الحق لازم يبقى واحد. يعني ايه صاحب الحق يبقى واحد؟ ان انا الحق يكون بيستأثر بيه او بينفرد بيه شخص. فان الحق هو استئثار او انفراد شخص بميزة او سلطة، الميزة دي بينظمها القانون وبيحميها القانون. طالما صاحب الحق واحد لازم نميز صاحب الحق، لازم نميزه عن غيره. فهنبدأ في محاضرة النهاردة نتكلم عن السمات المميزة للشخصية القانونية. ايه السمات اللي بتميز الشخص عن غيره؟ قلنا عشان اميز الشخص عن غيره كصاحب حق هنبدأ الاول ايه السمات المميزة للشخص الطبيعي. قلنا السمات المميزة للشخص يعني ايه؟ مجموعة الصفات اللي يمكن ان تميز الشخص عن غيره باعتباره صاحب حق، اقدر اميزه عن غيره. ايه السمات اللي ممكن تميز الشخص الطبيعي؟ قلنا الشخص الطبيعي بيتميز ب3 سمات. السمة الأولى هي الاسم، اسمه، ما بميز الشخص الطبيعي باسمه. السمة التانية اللي بيتميز بها الشخص الطبيعي بميزه بموطنه، المكان اللي بيقيم فيه. الميزة التالتة اللي ممكن أميز بها الشخص الطبيعي بميزه بحالته، سواء كانت الحالة دي حالة سياسية، أو كانت الحالة دي حالة دينية، أو كانت الحالة دي حالة عائلية. نبدأ نشرح الاسم الأول كمميز للشخصية اللي ممكن أميز بها صاحب الحق. الاسم هو ايه؟ قال لك الاسم ده العلامة اللي بتميز الشخص عن غيره، علامة بتميز الشخص عن غيره. والمقصود بالاسم اللي احنا بنميز بيه شخص عن غيره ليس الاسم الفردي، ليس الاسم الاول، لان في ناس كتير بتتشبه في الاسم الفردي والاسم الاول، ولكن الاسم كمميز للشخصية يقصد بيه الاسم بالمفهوم الواسع وليس بالمفهوم الضيق. لو قصدنا بالاسم المفهوم الضيق يبقى بنقصد بالاسم فقط الاسم الاول، لكن الاسم كمميز للشخصية هو الاسم بالمفهوم الواسع. يعني ايه الاسم بالمفهوم الواسع؟ يعني اسم الشخص ولقبه، اسم الشخص ولقبه، اسم الشخص ولقبه. طيب لما نيجي بقى للاسم كمميز للشخصية، هنقول لك عندنا 4 أنواع من الاسم. عندنا الاسم المدني أو الحقيقي، وعندنا الاسم المستعار، وعندنا اسم الشهرة، وعندنا الاسم التجاري. الاسم التجاري نبدأ الأول بقى بالاسم المدني أو الحقيقي. المقصود باسم المدني او الحقيقي، الاسم المدني او الحقيقي دي العلامة اللي بتميز الشخص عن غيره، العلامة اللي بتميز الشخص عن غيره. ويقصد بالاسم كمصدر الشخصية اسم الشخص ولقب. طيب الاسم المدني او الحقيقي اللي بتطلع بيه الاوراق الرسمية واللي بيقال في السجلات المدنية واللي بيتم الابلاغ عنه عن طريق الاب او الام، قال لك الاسم ده، الاسم ده اللي بيبقى وارد في السجلات المدنية، وده اللي بيرتبط بيه الرقم القومي، بحيث كل شخص اسم مميز ليه مرتبط برقمه القومي، بيبقى ملازم ليه طول حياته. الاسم كمميز للشخصية لازم في ضوابط، ان لما نختار الاسم ما يكونش مخالف للنظام العام والاداب، ما يكونش مخالف للعقيدة، ما يكونش مهين للشخص. في ضوابط للاسم، ما يكونش اسم مركب، ما يكونش اسم مركب. وده الاسم اللي بيلحق بأبناء الشخص، الاسم اللي بيلحق بأسماء الشخص هو الاسم المدني أو الاسم الحقيقي.
الاسم المدني او الحقيقه قلنا بيتكون من الاسم الفردي والاسم واللقب، لكن للاسف الى الان لم تنظم القاب العائلات في مصر. يعني كان يفترض من سنه 48 يصدر قانون ينظم الالقاب، ان كل عائله تختار لنفسها لقب يميزها عن غيرها، ونظر لعدم صدور هذا القانون حتى الان فجر العرف على اعتبار ان اخر جد في العيله هو لقب العيله، اخر جد في العيله هو لقب العيله، واصبح الشخص بيميز عن طريق اسمه الفردي واسم اخر لقب في العيله هو اسم الجد، وده اللي سبب ان اخر لقب في العيله يعتبر اسم فردي ايضا للجد، فده بيترتب عليه تشابه الاسماء، تشابه الاسماء. الاسم المدني او الاسم الحقيقي ده اسم محمي، يعني القانون بيحميه، وبالتالي ما ينفعش حد ينتحل اسم حد، ما ينفعش حد ينزع حد في اسمه. طب لو حد انتحل اسم حد او نزع حد في اسمه، نقول لك يحق له انه يرفع عليه قضيه والمطالبه بحقه ووقف هذا الاعتداء. ده الاسم المدني او الاسم الحقيقي، وده اللي بتطلع بيه الاوراق الرسميه. النوع التاني من الاسماء اسمه اسم الشهره، ده الاسم اللي بيشتهر بيه الشخص بين الناس، او الاسم اللي بيطلقه الناس على الشخص، الاسم اللي بيطلقه الناس على الشخص، زي اسم مثلا اسم بيبو بيطلق على محمود الخطيب، او اسم حمو بيكا، او اسم كزبره، او اسم حنجره، اي اسم، او اسم الدباح، دي كلها اسماء شهره، اسم بيشتهر بيه شخص بين الايه الناس، او اسم بيطلقه الناس على الشخص. ده برضو الاسم الشهره اسم مصطع، اسم محمي، قانون بيحميه، لأنه برضه بيميز شخصية الشخص، بيميز شخصية الشخص وبيميزه عن غيره. في نوع تاني من الأسماء اسمه الاسم المستعار، ده الاسم اللي بيطلقه الشخص على نفسه، وده الفرق بين اسم الشهرة والاسم المستعار. اسم الشهرة اسم بيطلقه الناس على الشخص، لكن الاسم المستعار اسم بيطلقه الشخص على إيه؟ على نفسه. زي إيه؟ زي انا مثلا عايز اكتب في جورنال، او عايز اكتب، او عايز امثل في حاجه، او عايز اعمل حاجه، فعايز اخفي نفسي، فبروح كاتب المقال واكتب تحته اسم، انا بستعين ابن مصر، او يكتب بنت النيل، او يكتب تحيا مصر، او يكتب مواطن مصر، اللي بيخفي الشخصيه. زي ابو حفيظه في برنامج ابو حفيظ، ما ده اسمه مستعار لابو حفيظ لاكرم حسني، ان ده اسم بيختاره الشخص نفسه، ممكن ما يوفقش في الموضوع ده. فالاسم المستعار ده اسم بيطلقه الشخص على نفسه، وبرضه الاسم المستعار محمي، الاسم المستعار لا محمي، وبالتالي اي شخص يعلم الاسم المستعار لا يجوز له ان يكشف عن هذا الاسم المستعار. طيب الجزئيه الثانيه اخر اسم اللي هو الاسم التجاري والحرفي، الاسم التجاري والحرفي، قال لك الاسم ده يعتبر مميز للشخصيه، ده بيطلقه الشخص على نفسه لما بيمارس مهنة أو حرفة معينة، والاسم ده يقدر بمال لأنه اسم تجاري ممكن يتباع ويشكل أصل من الإيه؟ الأصول، وبيدرج في الذمة المالية للشخص. جميع الأسماء سواء كان الاسم المدني أو الاسم الحقيقي، الاسم المدني أو الحقيقي أو اسم الشهرة أو الاسم المستعار، كلهم غير قابلين للتعامل فيه، ولا يقدروا بالمال، ومن الحقوق اللاصقة بالشخصية، ولا يسقطوا بالتقاضي، ولا يجوز التنازل عنه. أما الاسم التجاري يجوز التعامل فيه، يجوز بيعه وشراءه، ويقدر بالمال. طب كده خلصنا من الاسم كمميز للشخصية، قلنا عشان صاحب الحق بيكون واحد هو اللي بيستأثر بالحق، وهو الحق بيمنح سلطاته، لازم أنا أميزه. أول حاجة أميز بيها شخصية اسمه، أول حاجة أميز بيها شخصية اسمه، والمقصود بالاسم كمميز للشخصية اسم الشخص ولقب الشخص. اسم الشخص ولقب الشخص. يجي هنا النظر لتشابه الاسماء بقى، لان احنا لم تنظم الالقاب بعد، فبالله ممكن الاسماء الاربعه الاولى متشابهين، محمد احمد علي ابراهيم، الاقي اكتر من محمد احمد علي ابراهيم، ايه اللي هيميزهم هنا بقى؟ قال لك الموطن، اقول محمد احمد علي ابراهيم بتاع الوراق، ومحمد احمد علي ابراهيم بتاع التجمع. يبقى نيجي الموطن، ده المميز الثاني للشخصيه، ده الصفه الثانيه اللي بتميز الشخصيه. الموطن قال لك الموطن ده المكان اللي بيقيم فيه الشخص إقامة معتادة ومستقرة. دي طريقة من تحديد الموطن اسمها الطريقة الفعلية أو الواقعية. أنا بحدد الموطن بالمكان اللي بيقيم الشخص إقامة معتادة وفعلية. بشرطين للموطن في طريقة تحديد الموطن الفعلي. أول شرط لازم في إقامة، الإقامة دي تكون مستقرة. مستقرة لا تعني إن أنا أوصل إنها تكون مستمرة بدون تنقل.
وبالتالي الإقامة المؤقتة لا تعد موطن، وبالتالي المكان اللي بتروح تصيف فيه مش موطن، لأن الإقامة غير مستقرة. كمان لما بروح أزور حد ده مش موطن، ما بروح أزور حد برضه مش موطن، لأن الإقامة برضه مش مستقرة، لأن الإقامة فيها إقامة مش مستقرة. برضه لما بتروح عند عمتك تقعد مثلا أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو اتنين لحد ما تخلص السنة، ده مش موطن، لأن ده الإقامة فيه غير مستقر. يبقى شرط عشان يبقى الموطن الفعلي قال لك شرط الإقامة وشرط الاستقرار. ده الموطن اللي أنا بميز بيه الشخص اللي بيجيله عليه إعلاناته والإنذارات وكل حاجة بقى إيه تيجي للشخص. وهنا في طريقة تانية لتصوير الموطن، لأن الموطن المكان اللي بيقيم في الشخص ممكن التحايل عليه، يعني ممكن أغير موطني باستمرار. يقول لك في طريقة تانية من طريقة تحديد الموطن، وهي طريقة التصور الحكمي. يعني ايه الحكمي؟ نحن بنعتبر موطن الشخص المكان اللي بيعمل فيه الشخص، اللي يفترض ان المكان اللي يعمل فيه الشخص ده يصعب ان هو يغيره، ودي اللي الناس المحضرين بيلاقوا بيها او الخصوم بيلاقوا بيها الزوج في حالة ما يكون مطلق. زوجته ممكن يغير موطنه الفعلي اللي هو المكان اللي بيقيم فيه على وجه الاعتياد والاستمرار، فممكن نروح له شغل ونجيبه هناك. فطريقة التصور الحكمي تعتبر ان الموطن هو المكان اللي بيعمل فيه الشخص. لكن مشكلة طريقة التصور الحكمي في تحديد الموطن ان الموطن اللي بيعمل فيه الشخص صعوبا اذا كان الشخص اللي هيعمل، فمعنى كده ان هو ملوش موطن؟ لا، اذا كان الشخص اللي هيعمل نيجي بقى لطريقة تحديد الموطن الايه؟ الواقعي او الفعلي. بس مشكلته، طب افرض الشخص بيعمل اكتر من عمل، قال لك يبقى هنا بيختار عمله الرئيسي وده بقى الموطن بتاعه. لكن القانون المصري في المادة 40 منه قال لك الموطن في مصر بيحدد وفقا لطريقة التصور الفعلي، ان المكان بيقيم فيه الشخص اقامة معتادة ومستقرة. موطن الشخص المكان اللي بيقيم فيه الشخص إقامة معتادة ومستقر. يبقى لو أنا عرفت اسم الشخص وعرفت موطنه كده أقدر أميزه. طب نيجي بقى في الموطن. في الموطن فيها مشكلة برضه. في الموطن احنا عندنا نوعين من الموطن. الموطن قد يكون موطن عام. يعني ايه موطن عام؟ موطن بيجي لي كل الإعلانات والإنذارات والدعاوى والشكاوى بتجي لي عليه، ده الموطن بتاع كله. اي حد عايز يشتكي يجي لي في الموطن العام، ده الموطن بتاع كله، ده اللي تجي لي فيه اي حاجه. عايز حد عايز يرفع عليا قضيه يدي موطني ده، انا ده واحد عايز يشتكيني يدي موطني ده، واحد عايز يعمل بعد انذار لابني يجي موطن ده، الموطن العام بتاع كله. لكن في موطن تاني خاص بيبقى محدد، بيجي لي فيه الاوراق والدعاوى والانذارات الخاصه بايه؟ بشيء معين، بقضيه معينه، بتعامل معين، عشان كده اسمه خاص. يبقى عندي نوعين من الموطن. موطن عام تيجي لي عليه كل الانذارات وكل الدعاوى وكل اوراق المحضرين وكل الشكاوى وكل حاجه تيجي على الموطن العام. موطن خاص ده بتجي لي عليه الدعاوى الخاصه بقضيه معينه او معامله معينه بحجم، عشان كده اسمه خاص. الموطن العام بنقسمه لنوعين. موطن عام ارادي، ان الشخص بيختاره بنفسه، ده الشخص يختار موطنه بنفسه لما يكون كامل الاهليه. الشخص بيختار موطنه بنفسه ما يكون كامل ايه؟ يعني لذلك اسمه موطن عام ارادي، الشخص هو اللي بيختاره بنفسه. لذلك لو انا ساكن في مكان معين وعايز اغير السكن، طالما انا كامل الاهليه اغيره. يعني ايه كامل الاهليه؟ وصلت لسن 21 سنه، ما عنديش مانع من موانع الاهليه ولا عارض من عوارض الاهليه. طب ايه الموطن الالزامي؟ قال لك الموطن الالزامي ده الموطن اللي فرضه القانون، اللي الزم بيه القانون، ده بيكون موطن القاصر اللي سنه اقل من 21 سنه. موطن عديم الأهلية اللي هو اللي سنه أقل من 7 سنين. موطن المحجور عليه لسفه أو غفلة. موطن الغائب، موطن المفقود. فقال لك القانون قال لك موطن الناس دي القاصر موطنه موطن الولي أو الوصي عليه. طب المحجور عليه إذا لسفه أو غفلة قال لك موطنه موطن القائم عليه. طب الغائب، الغائب أو المفقود قال لك موطنه موطن الإيه؟ وكيله، موطنه موطن وكيله. يبقى كده في موطن عام إلزامي نص عليه القانون، وموطن عام إرادي اللي بيختاره الشخص. طب الزوجة لو كانت قاصر موطنها يبقى موطن إيه؟ الزوجة لو كانت قاصر موطنها ولي أمرها مش موطن زوجها، موطنها موطن ولي إيه أمرها، لأن موطن عام إلزامي. طب لو الزوجة بقى كملت العلية موطنها هو الموطن اللي بتقيم فيه إقامة معتادة ومستقرة. طب كده خلصنا من الجزئية دي. طب ايه الموطن الخاص؟ قال لك احنا عندنا 3 انواع من الموطن الخاص.
في الموطن الحرفي او موطن الاعمال، ده الموطن اللي بمارس فيه تجاره معينه، وهيبقى الموطن بالنسبه لكل الانذارات والدعاوى والاوراق الخاصه بالعمل ده او بالحرفه دي او بالتجاره دي. عشان كده اسمه موطن الاعمال او موطن الحرفه او موطن المهنه. ده موطن خاص. في موطن خاص تاني اسمه الموطن المختار، اللي انا بختار قضيه معينه. زي ما اختار مكتب محامي اقول له ارفع لي القضيه دي، يبقى مكتب المحامي بالنسبه للقضيه دي الموطن المختار، ده موطن خاص بالنسبه للقضيه دي. طب لو اخترت محامي تاني القضية تانية، يبقى ده موطن خاص بالنسبة للقضية التانية، موطن المحامي التاني موطن خاص بالقضية التانية. طب لو اخترت واحد يبيع لي حاجة، يبقى مكتب الشخص اللي هيبيع لي الحاجة ده موطن خاص بالنسبة للحاجة اللي هتتبعتي. عشان كده اسمه موطن خاص، سميه الموطن المختار. يبقى أول نوع من الموطن اسمه الموطن المهني أو الحرفي، تاني نوع من الموطن الموطن المختار، تالت نوع من الموطن اسمه موطن القاصر المأذون له بإدارة أمواله. موطن القاصر المأذون له بإدارة أمواله. أحيانا القاصر اللي بيوصل 18 سنة القانون بيجيز له إن هو يدير أمواله. أحيانا القاصر اللي بيبلغ 18 سنة القانون بيجيز له إنه يدير